ما شاء الله ما شاء الله، وش هالتغييرات الحلوة والورود على هالصباح؟ يعني قلت رتب المكتب شوية، وكمان عملت حضرتك القهوة زي ما بتحبها بالظبط من غير سكر. ايش دراك اني احب القهوة بدون سكر؟ اللي يهتم بالتفاصيل لازم يسأل. واضح مذاكرة كويس. مديرة المكتب مش بس مسؤوليتها ان هي تنظم الأوراق والملفات، أي حاجة تخص حضرتك فهي جزء من شغلي ولازم اهتم بيها. اهلا وسهلا، تفضل. اهلا. وين تحب تقعد؟ طريقة توزيع الطاولات جدا ما عجبتني حقيقة. شو نسوي؟ صعب نغيرها. الإضاءة مرة طريقتها مبعثرة وتلخبط وفوضى بصرية حادة جدا. الديكورات برضو لازم تتعدل. عفوا، أنت منو؟ أنت اللي مين؟ أنا مدير الصالة. هتقولي بعد مدير تنفيذي؟ الكافيه هذا كله مليان مديرين تنفيذيين، ما باقي الا مدير كاسات ومدير صحون وشغلات ثانيه. اللهم طولك يا اروح. من حضرتك؟ انا اللي اسال هنا بس. انت ليش لابس كذا؟ ايش المفروض شو البس؟ يونيفورم زي كل الكافيهات الناجحه. من سالفه المدراء دي ما تمشي معاي. الكافيه هذا يحتاج مدير واحد بس. شوف، أنا لحد هسه كل شيء ما مفتهم. ممكن أعرف منو حضرتك؟ احترم نفسك. هلا أخوات اللاب. هلا عمي بطلان. هلا والله نور الكافيه. هلا يا بعد. هلا ماشي بشغلك. شلونك عم؟ صراحة بيني وبينك في أشياء كثيرة لازم تتعدل يا فهد. أولا مدير الصالة بدم ثقيل هذا. ما في مشكلة، راح نسمعها كلها. إيش رأيك نقعد هناك؟ تعال تعال. بعدين أنا طريقة الإدارة الهرمية للكافيه هذه تحتاج نسف. الإيش؟ نسف الإدارة الهرمية. حرام عليك ابن الحلال، السريع بننسفها كلها لعيونك. الأخبار؟ ما شاء الله، بدك أوراق؟ وقفت توزع حلويات ولا تبي صدق؟ سالفة الحلويات هذه أصلاً ما منها خير. أبيك بس تعطيني سبب واحد. سبب لوشو؟